أنت أستاذ أبو توفى. لا 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 قولوا أنتم. أنت أستاذ أبو توفى. أنا أستاذ أبو توفى. قولوا قولوا أنا أستاذ أبو توفى. قولوا أنت أستاذ أبو توفى. لا هكذا. شيروا إلي. شيروا. أنا أشير. أنا أشير إلى نزيه. أنتم تشيرون إلي. أفهم. افهمي هذا. نعم هكذا. أنت أنت هكذا مثلها. كلكم هكذا. كل الناس هكذا. نعم هذا. نعم هكذا. نعم افعل مرة أخرى. مرة أخرى. مرة أخرى. ثانية افعل هكذا. هكذا. نعم. كل الناس هكذا. كلهم هكذا. أنت أبو توبة. وأنا أستاذكم. لا أنت أستاذنا. وأنت أستاذنا. وأنت أستاذنا. مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ لا بأس الحمد لله. شكرا لكم. أنا أستاذ أبو توبة. قولوا أنت لا ليس هكذا. لا هكذا. أنت أستاذ أبو توبة. يعني أنا أستاذ. أنت أستاذ. نعم. وأنتم تلميذ. وأنا قل وأنا أنتم أنا قل أنا تلميذ. نحن أنا طالب. أنا النساء طالبة. الرجال طالب. أنا أستاذ. وأنتم طالب. نعم نعم إذا كنتم نحن طلاب. طلاب طلاب. نعم. لكن أنا أريد طالب أو طالبة. أنا طالبة. أنا طالبة. قولوا أنا طالبة. وأنا قل أنت أستاذ. ونحن نحن ونحن واحد اثنين ثلاثة أربعة كلنا. نعم كلنا نحن. أنا أبو توبة. لكن أنا ونزيه ودق يوسف وحسن وكل الناس هنا نحن 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 ندرس العربية. نحن ندرس العربية. العربية كلام. كلام العرب. نعم كلام القرآن. كلام الجنة. الحمد لله رب العالمين. نعم أنا أريد. أريد. أنا أريد. أنا أريد. أن أدرس عربية. لا أريد. لا أريد. أن أذهب إلى جهنم. أن أذهب إلى جهنم. فاهمين؟ فاهمين. أريد الجنة. أريد الجنة. لا أريد النار. لا أريد النار. هتفهمون النار؟ نعم. نعم تفهمنا. فاهمين النار؟ بلى. فاهمين الجنة؟ نعم. جنة جيد. جيد. نار ليس جيد. ليس جيد. ليس جيد. 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 ليس جيد. ليس جيد. 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 ليس جيد. ليس جيد. 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 لا هكذا. جيد. 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 لا ليس بالشمال باليمين. جيد. 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 ليس جيد. ليس جيد. ليس جيد. ليس جيد. ما هو زين؟ ما هو زين؟ لا ليس جيد. ليس جيد. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ لا بأس الحمد لله رب العالمين. أنا أريد أن أنام. أنا أريد
الأنام الأنام أنا أنام أنت أنت قل أنت تنام أنت تنام أنت تنام وأنا أقول أنا أنام نعم أنت أنام طيب فأنا أنا أنام أنت تنام تنام فهمت؟ فاهمين؟ نعم أريد أن أنام أريد أن أنام لماذا؟ 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 فلو لماذا؟ 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 لأني لأني تعبان تعبان أنا تعبان أنا تعبان أريد أن أنام أريد أن أنام أريد أن أنام أريد أن أنام أنا أنام أنت أنا نائم أنا نائم أنت نائم أنت نائم أنت نائم الحمد لله الحمد لله أنا أستيقظ أنت أستيقظ أنام أنام أستيقظ تستيقظ أنا أريد أنا أستيقظ أنا أريد أن أستيقظ 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 أنام أنام استيقظ الآن الحمد لله استيقظ أنهض من السرير أنهض من السرير هذا سريري سرير لا 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 انظروا استمعوا وانتبهوا هو يعطيني دولار لماذا؟ لأنه يتكلم إنجليزي وهذا حرام عليه حرام عليه أعطيني نقود هكذا قولوا هكذا ما ما شاء الله لا أنت يا أنت اتق الله فينا إنه لستاربكس إن شاء الله أيوة انظروا واستمعوا وانتبهوا السريع السريع ليس بيت لا السرير لا لا استمع عربية ليس الإنجليزي ليس نعم فهمت العربية ليس كل شيء معنى إنجليزي لا العربية عربية والإنجليزية إنجليزية والإنجليزية لها معاني للناس يتكلمون إنجليزي والعربية لها معاني للمسلمين هل فهمتموني؟ نعم ولا نعني بالعربية شيئا بالإنجليزي بل معنى العربية لفهم العربية ولذا 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 أعطيني دولار أعطيني دولار هذا ليس دولار؟ أيوة شكرا بارك الله فيكم هذا دولار؟ هذا ليس هذا دولار لا وليس دولار؟ يحتاج لزيادة؟ شكرا جزيلا أنا أحب هذا الشغل ممتاز أنا سعيد أنا فرحان أنا فرحان وليس وليس ده
تعبان ليس تعبان فاهمين؟ نعم ولماذا؟ لماذا؟ لأني نمت نمت ونمت من نائم أنا نائم أريد أن أنام الآن أنا نائم الآن أنا مستيقظ لا أنتن مستيقظة وأنتم مستيقظ نعم أنهضوا من السرير أنهضوا يعني أقوم من السرير يعني أقوم قوموا لو سمحتم قوموا شكرا لكم شكرا لكم الحمد لله الحمد لله الآن هكذا الحمد لله انتهينا 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 اجلسوا انتهينا انظروا واستمعوا وافهموا على أجري انتهيت انتهيت انا امشي انا امشي انتهيت انتهيت انا اكتب انا اكتب انتهيت انتهيت انتهى انتهى خلاص خلاص وقف وقف ما شغل زيادة ما شغل زيادة فاهمين لا ايوه اذا كنت امشي قولوا انت قل ان انتهى قولوا انتهى انتهى قولوا الان انتهى 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 وقف انتهى وقف وانتهى طيب مثل ذلك طيب فهمت فتقول كيف وانا انتهي هل فهمت فانا امشي قل لي وقف وانا اقول ايوه انتهيت لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال كف فإذا قيل لي كف أنا أنتهي هل فهمت؟ كل شيء لأفهم الناس معنى انتهينا انتهي انتهي منتهى خلاص إذا انتهي قد سلينا سلينا صلاتنا انتهينا من صلاتنا مفهوم؟ بدأنا الصلاة بالله أكبر قل بدأنا الله أكبر الله أكبر وانتهينا به السلام عليكم ورحمة الله انتهينا فاهمين؟ فاهمين أي الحمد لله فإذا قضينا انتهينا قضينا وقضى ربك قضى يعني الحاكم يقول أنت عليك لا أنت عليك بدولار هذا قضى فهمت فالقاضي يقول هيور أتى فقضى دينه يعني أعطى وأدى الأمانة أيوة هذا زيادة العقوبة العقوبة عقوبة لما فعل صح ولا لا أيوة تعال هنا تعال هنا وتكلم معي أنا سأقول لك أنا تعبان وأنت تقول أنك لست تعبان كذا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. كيف حالكم؟ نحمد الله الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. ما رأيتك منذ زمن. أين كنت؟ كنت متأخرا قليلا لأني ليس لدي ما يوصلني. ما عندك سيارة؟ ما عندي سيارة. 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 عربة عربة أو سيارة ما عندك السيارة ما عندي سيارة ليس عندك السيارة ليس عندي سيارة ولا قديمة
ولا قديم ولا قديم فكيف وصلت أحد مشيت لا ما مشيت الحمد لله أخذني أحد إخواني الطيبين من الطيبين الحمد لله أنت تعبان لا الحمد لله لست تعبان ليس تعبان ما شاء الله فأنت جوعان الحمد لله لست جوعانا وليس جوعان فأنت عطشان أنت عطشان تريد أن تشرب؟ الحمد لله ولست عطشان الآن ما شاء الله وهل تريد أن تنام؟ لا أريد أن أنام مثل الشيخ جزاك الله خير ما شاء الله بارك الله فيكم بارك الله شكره شكرا جزاك الله خير يا طبيب يا طبيب يا طبيب أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ ها هو ها هو ها هو ذا ها هو ذا ها أنا ذا ها أنا ذا لا أنتم تقول ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا ندني السلام عليكم أين لا أنت؟ أين أنت يا أبتو؟ أين أنت يا شيخنا؟ ها أنا ذا؟ ها أنا ذا؟ مما تشتكي؟ مما تشتكي يا شيخ؟ أنا أشتكي من أجلي يعني شيء يؤلمني يا طبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير. لا بأس عليك. مبارك الله فيكم على أيديكم. استخي هذا يؤلمني يؤلمني لا تؤلمني هذه تؤلمني هذا كيف يد هذا يد مشكور ليس ليست مكسور لكنها تؤلمني أدعو الله كيف يدي؟ يدي هذه ماذا حدث؟ هذه نعم كانت تؤلمني مكسور مكسور نعم هي كانت مكسورة أوكي مكسورة يعني مكسورة انظروا مكسورة مكسورة كانت يدي مكسورة انظري ذهبت منها هذه هل ذهبت إلى المستشفى؟ ذهبت مستشفى؟ نعم أنا ذهبت مستشفى إلى مستشفى من كلام مو استا والشفاء شفاك الله استشفاء ومستشفى فهي مكان نحن نطلب طلب أنت السؤال نعم أنا طالب وأنت طالبة صحيح؟ نعم صحيح نعم صحيح فإست يعني أنا أطلب أي الطالب للشفاء مست أستغفر الله ما معنى أستغفر الله؟ لا أنا إست طالب أو طالبة أنا أستغفر أنا طالب غفر الله أستغفر الله سمعتم أستغفر أغفر فمستشفى مكان أطلب أي أبحث لها أنا أنظر للشفاء شفاء شفاء, شفاء. آه.
هذا مكسور. أنا مريض. أنا مريض. أنا مريض. قولوا مريض. غير مريض. غير نشيط. نشيط. غير مريض. سليم. غير مريض. مريض. قل مريض. سليم. سليم. ما شاء الله. هذا سليم. صحيح. 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 أيوة صحيح. والسليم ليس مريض. ليس مريض. ليس جيمس. ليس جيمس. الحمد لله رب العالمين. فاهمين؟ فاهمين. نعم. المستشفى في دورهام اسمه دوك يونيفرسيتي، مستشفى كبير في دوك. دوك مستشفى. ايوه الحمد لله. من سالك هذا؟ من معنى دورهام اثنين مستشفى. مستشفيات. لكن يعني لماذا قلت لي هذا؟ لماذا قلت لي هذا دوك؟ يعني جامعة دوك. لا جامعة، المستشفى دوك. المستشفى دوك هي مستشفى جامعة دوك. جامعة هي يساوي كلمة التي استخدمتها بالإنجليزية. فهل ناولني؟ ما تقول ما كلمة؟ ناولني. قل ناوله. قولوا له ناوله دولارا. ناوله دولارا. اعطيني دولار. اي كلمه انت استخدمت؟ يونيفرسيتي. يونيفرسيتي. لا يونيفرسيتي ليس لنا، يعني ليس لنا كلمه يونيفرسيتي بالعربي. جامعه. جامعه. اعطيني الدولار الان وما عندي فكر. لست الدولار. ايوه دانيرا شوف كيف. بعد الدرس. لا هل يرى؟ لا لا لا. عنده نقود. عنده نقود. هو تاجر. 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 كل دائما. كل دولار. لا لا لا. كل دولار. استمع. هو يحتاج إلى. استمع إلى كلمة مهم جدا. تفهم المهم؟ مهم. هذه مهم لي. مهم. أنا أحتاج إلى نظراتي. أنا أحتاج دونها لم أرى جيدا. فأحتاج هذه. هذه مهم. هذه مهم. أحتاج إليها. أحتاج إليها لأسوق السيارة. مهم. مهم. أعطيني ورقة. ورقة. هذه ليس مهم. ليس مهم. ليس مهم. ليس مهم. 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 ليس مهم. ليس مهم. فهمت؟ نعم. فاهمون؟ فاهمين. أحتاج إلى. أحتاج إلى. أحتاج إلى. أحتاج إلى. نظراتي. نظراتي. أحتاج إلى. أحتاج إلى. مفتاحي. مفتاحي. لا أحتاج إلى ورقة. لا أحتاج إليها. لا أحتاج إليها. فاهمين؟ فاهمين. أيوة. هو. هو. يحتاج. يحتاج. إلى فكة. إلى فكة. وما فكة؟ وما فكة. فكة. أعطيني نقودك. أعطيني. أنت تفهم. انظر. أعطيني. عنده 20 دولار. عنده 20 دولار. 20 دولار.
وهو يحتاج إلى أن يعطيني دولار واحد ولكن ليس عنده فكة فاهمين؟ انظروا عندي فكة لا أفهم انظر انتظر لحظة انظر اثنان عشرة عشرة يساوي عشرين واحد صحيح؟ نعم أيوة خذ أعطيني دولار وما زال يحتاج إلى فكة فذهب إلى الشيخ قم 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 اذهب إليه قل أنت قل أنا أحتاج إلى لا لا أرفع صوتي نعم أنا أحتاج إلى لا أحر أجهر صوتي أنا أحتاج إلى إلى ماذا إلى فكة إلى فكة طيب ما شاء الله كله أنا أحتاج إلى أحتاج إلى هواء أحتاج إلى نوم أحتاج إلى الطعام أحتاج إلى الشربة أنا أحتاج إلى نظراتي وأنا أحتاج إلى مفتاحي وهو يحتاج إلى فكة وهو يحتاج إلى فكة عندك فكة؟ هنا أيوة شكرا جزيلا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم مبروك ما شاء الله أنا أحب هذا الشغل الحمد لله فاهمين؟ فاهمين أيوة الحمد لله نعم في هذه الطريق نتعلم كثيرا ليس قليلا لماذا؟ لأننا نحتاج إلى أن نتحدث أي نتكلم كثيرا السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم؟ بخير لا بأس الحمد لله شكرا لكم ماذا تحتاجون إليها؟ ماذا تحتاجون أي ماذا أحتاج إلى وأنا ماذا تحتاج إلى قلوا ماذا تحتاج إليها وهو يقول ماذا أنا أحتاج إليها فأنا أحتاج وأنا أقول ماذا تحتاج تحتاج قل أنت تحتاج أنا أحتاج أنا أحتاج أنا أحتاج أنت تحتاج أنت تحتاج نعم فهمت؟ ما معنى تحتاج؟ ها؟ ما معنى تحتاج؟ ما معنى أحتاج؟ انظروا واستمعوا وافهموا واعوا ليس عليكم أن هل فهمت عليكم؟ السلام علي والسلام عليكم وليس عليكم ليس عليكم أن تكونوا يعني كن فيكون نعم أن تكونوا فاهمين كل شيء أقوله ليس عليكم في مرة واحد ولكن كثير ستفهم كل شيء فهمت؟ لا تحاولوا كل كلمة ماذا قال كذا لا 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 فهم حول ماذا أقول حول مثل هذا مكسور
أنا أريد أن أنام. أنا أريد أن لماذا؟ لماذا؟ لأنك قل لأنك تعبان. أيوة قولوا لأنك تعبان. أريد أن أنام. وماذا تريدين؟ ماذا تريد أن تفعلوا؟ ماذا تريد؟ تريد أن تنام؟ لا. أنت تعبان؟ لا. قل أنا تعبان. أنا تعبان جدا. أيوة الحمد لله. وأنت ماذا تريد؟ أنت تريد. أنا ماذا تريد؟ أنت تريد. أنا. أنا تريد. نعم ماذا أنت تريد؟ نعم. نعم. وماذا تريد يا دكتور؟ أنا جوعان. أنت جوعان فتريد أن تأكل. 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 هذا. تأكل. كلنا سي تأكل. هو جوعان. فيريد أن يأكل. ماذا تريد؟ يا ابن عم ماذا تريد؟ أتريد النقود؟ أو تريد يعني تنام؟ تريد أن تنام؟ نعم. أيوة الحمد لله. وماذا تريد؟ أنا نقود. ها؟ أيوة يريد النقود ما شاء الله. هو تاجر. وشيء ماذا تريد؟ أريد أن أقرأ. تريد أن تقرأ؟ نعم. ما تقرأ إيش؟ القرآن والش. القرآن إن شاء الله. ما شاء الله. فهو يريد أن يقرأ القرآن. تبارك الله. وماذا تريد؟ أريد يشرب. تريد أن تشرب. تشرب. ما شاء الله. فأنت عطشان. عطشان يريد أن يشرب. قل عطشان. 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 قل عطشان. عطشان. قل عطشان. افتح فمك يا ابن عم. عطشان. قل قل قل. عطشان. عطشان. ماذا تريد؟ أريد أن أدرس. تريد أن تدرس. ما شاء الله. بارك الله فيك. فكل الناس يريد شيئا أو لا يريد شيئا. مفهوم؟ أريد نقول. لا 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 أنا أتكلم. الأستاذ يتكلم والتلميذ يستمعون. ثم التلميذ يتكلم والأستاذ يستمع. فاهمين؟ أيوة الحمد لله رب العالمين. كل واحد. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. أوكي. عشرة. تسعة. ثمانية. سبعة. ستة. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنان. واحد. مرة أخرى. نعم. واحد. لا لا. بالتمرين. بالتمرين. واحد. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. ما شاء الله. وهذا مهم. 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 ونظارتي مهم. مهم. ومفتاحي مهم. نعم. المفتاح. أين المفتاح؟ مفتاح مهم. ورقة مهم ولا ليس مهم؟ ليس مهم. قولوا مهم ولا ليس مهم؟ ليس مهم. أيوة. إذا لم ت عليكم كلكم عليكم علينا. قل علينا. علينا أن أن نفتح أفواهنا. قل تفتحوا أفواهكم ولو لا تفهموا ماذا تقولوا فعليكم أن تقولوا ما يقولون آخرين فآخرون فيقولون هكذا مهم هل هذا مهم قل نعم هذا مهم هل هذا مهم لا ليست مهم قل لا ليس مهم مهم هل لا لي مهم لا 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 في مهم في لي في طلاء مهم لا أقصده الآن الآن لا لا الآن لا مثل هذا أنت وأنا مهم مثل هذا ليس مهم الآن لأنه زبالة نعم لا يساوي شيء مهم يعني هو ليس شيء
نعم لكن إن كان في كتاب إن كان لو سمحت الآن مهم لكن مثل هذا ليس مهم غير مهم مفهوم؟ أيوة لكن هذا مهم وهذا مهم وحياتنا مهم والهواء مهم نعم كل هذا مهم النقطة أنكم تفهموا مهم وليس مهم مهم وليس مهم جيد وليس جيد وليس جيد أريد ولا أريد لا أريد أريد ولا أريد لا أريد هل فاهمين؟ فاهمين وأريد أن أنام أريد أن أنام لأني تعبان لأني تعبان أنتم لست تعبان أنتم ماذا؟ تعبانة تعبانة قل أنا تعبانة أنا تعبانة وأنا تعبان وأنا تعبان هل فاهمين؟ فاهمين نعم وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى ذكر أنثى انظر هذا من الذكور لا لا أجلس ذكور وهذا من الأنثى أنثى ذكر فاهمين؟ فاهمين أي والحمد لله وليس الذكر كالأنثى فاهمين؟ فاهمين أي والحمد لله فالرجال تعبان والنساء تعبانة قولي تعبانة والرجال تعبان فأريد أن أنا أريد أن أنا لماذا؟ تعبان هكذا لأنك تعبان لأن أنا ألبس هذا هذا يعني جميل جدا وإن كان فيه بارد لأنه بارد ألبسه لماذا ألبسه؟ لماذا؟ لأن بارد فاهمين؟ فاهمين أيوة الحمد لله لماذا ألبسه هذا؟ لأنه بارد لأنه هو السبب سبب لماذا؟ لماذا؟ لماذا أعطاني دولار؟ لماذا؟ لماذا أعطاني دولار؟ لأن يتكلم إنجليزي لماذا أعطاني الدولار؟ لماذا؟ لأنه بسبب الذي بسبب نعم بسبب الذي كلم الإنجليزي أعطاني فهذا لأن لماذا؟ لماذا؟ لأن لماذا نصلي؟ لماذا؟ لأنني مسلمة نعم أيوة فاهمين لأن لماذا أصوم لا لماذا أصوم ولا أكل أنا صائم لماذا قولي مرة أخرى لأنه رمضان مفهوم صوم لماذا أصوم يعني إنه صوم لماذا لأنه رمضان أو يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر من الشهر مفهوم أو لأني أريد أنت كنت تسوق السيارة بسرعة هل تريد تيكت؟ لا أريد
لا لا أريد لا أريد لا أريد دولار ودولار تيكت نعم أردت أن أعطيه ذلك أستاذ يجب علي أردت أن أفهمكم بكام نعم هذا يسمى يعني ضرورة الشعر فهمت ضرورة الشعر يعني يجب على الشاعر أن احتيارا يؤتي بعض الكلمة ليفهمكم شيئا ما قليلا فقليلا إن شاء الله تعالى والله أريد أن أتكلم معكم بكلمات الإنجليزية هنا وهناك لكن أعرف أنه ليس جيد لكم ليس جيد أنا أتكلم معكم بكثير من اللغة الإنجليزية لأنكم تتعود على هذه السمعة نعم ولا تتعود على سماعة نعم فيكون خذلانا خذلان هكذا هذا خذلان وهذا ليس من الإسلام المسلم نشيب نشيب وله جد من جد وجد من جد وجد فهمت؟ والكسلان هذا كسلان لا يفعل شيئا لأنه كسلان لأنه كسلان 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 نشيط نشيط جد جد فاهمين؟ فاهمين أيوة هذا الدرس اليوم ما شاء الله الحمد لله خلصنا انتهينا انتهينا قد قضينا وانتهينا قد قضينا وانتهينا الحمد لله الدرس خلاصة الخلاصة الخلاصة ما شاء الله جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله كل خير لا تتكلموا الإنجليزي هنا وجزاكم الله خير بارك الله فيك وفيكم بارك الله هاتي ما فيش إنجليزي لا هاتي بالله هاتي لا هاتي بالله لا هذا كلام جد الدرس خلاص نعم خلاص الحمد لله السلام عليكم أي سؤال هذا درس هل أقل إنجليزي لا ليس عندي الإنجليزي لا يكون في هذه المكان هذا بلاد العربية الآن إذا دخلنا هنا دخلنا إلى البلد العربية إذا خرجنا ذهبت إلى جمارك ويعني أتي بالجواز السفر فالآن أنت في بلاد الأمريكية يعني الولايات المتحدة تتكلم في لغتهم لكن نحن هنا وفعلا هذا الشيء قد يكون المكان نحن مسلمون واللغة الأمة الإسلام ما هي؟ العربية العربية فيجب علي أن نتعود على اللغة العربية فاهمين؟ نعم الحمد لله هذا اللغة جميلة الحمد لله رب العالمين ولها يعني لها معاني يعني تدخل في الصدور والقلب والدماغ كذلك والإنجليزي ليس كذلك ليس كذلك الحمد لله رب العالمين أيوة شكرا جزيلا